بطولة الأمم الأفريقية عامل إيه؟ تمام تمام بأمانة. يعني إحنا مش عارفين ننظم الدوري بجمهور. هي فرصة كويسة جدا لتنشيط السياحة والإثبات إن إحنا في تقدم ودعاية للبلد، وبتعمل برضو نوع من الرواج، وزائد إن إحنا بطبيعتنا بنحب الكرة جدا، يعني الشعب كله بالنسبة له الكرة دي رقم واحد. إحنا دولة يعني نستقبل أي بطولة، إحنا مصر معروفة أم الدنيا، تستقبلي أي بطولة. البطولة بتضيف على ملعبنا، وسعداء إن إحنا هنكسب البطولة. محمد صلاح طبعا وتريزيجيه واللاعبين على الكرة في مصر، يعني حاجة محترمة جدا. يعني مصر قادرة إنها تنظم البطولة بشكل مشرف يبهر العالم؟ أكيد طبعا، ان شاء الله احنا قدها. يعني انا حاسس ان لا، لان الفتره الاخيره اصلا ان مفيش جماهير في الدوري وكده، وده على مستوى محلي، وما هنعمل ازاي على مستوى عربي وكده، فحاسس ان لا. يعني ان شاء الله نقدر ان احنا ننظم البطوله فعلا بشكل جميل ويبقى حلو قدام العالم كله. احنا احلى حاجه فينا ان احنا العالم كله بيبص علينا. مش اقدر بالبطوله، مش كده اتنظمت عندنا. احنا عندنا ما شاء الله يعني القوات المسلحه والشرطه والجيش، حاجه يعني نفتخر بيها. اتمنى طبعا ان هو زي كاس الامم 2006 و8 و2010، تمام، ان هو يبقى حاجه كويسه ومشرفه. بس قرار بانخفاض اسعار التذاكر مثلا في حدود 50 جنيه من كل فئه، هو افضل طبعا عشان يبقى الاقبال افضل، يعني من وجهه نظري. والله انا في على الانترنت سمعت ان اسعار التذاكر مبالغ فيها شويه او غاليه شويه، يعني بتعدي المئات الجنيهات. مش عارف هل هي دي تقديرها راجع لايه؟ يعني كنت يعني اتمنى ان على الاقل يتعمل تذاكر مدعمه شويه بالنسبه للمصريين كنوع من التشجيع. انا شايف ان هو اكيد قرار كويس، ان كل ما انت بتقلل السعر الناس هتقدر ان هي تخش الماتش اكتر، وده هيكون حاجه مشرفه لينا اكتر ان الجماهير بتحضر، فكل ما تقلل السعر دي حاجه كويسه اكتر. ده معناه ان لما تكون تذكره ب 100 جنيه او ب 150 جنيه تقول له كده بس تعالوا الاغنياء تعالوا اتفرجوا. طب احنا بقى الكره معموله عشاننا، احنا الشباب بنتفرج. مش شايف نفسك مش هتبقى من ضمن الناس اللي هتشتري التذاكر وتحضر؟ يعني العدد ما اعتقدش، ممكن العدد يبقى كبير بس يعني ما اعتقدش، تمام، لان 200 جنيه كتير قوي. يعني انا سمعت اخر حاجه انا اعرفها ان هو 200 جنيه الدرجه الثالثه، ده كتير قوي. انا بصراحه لو معايا 200 جنيه مش هدفعها في التذكره. في 150 تاني؟ حتى لو 150 انا كنت بحضرها ب 25 جنيه ب 35 جنيه، فادفع 150 جنيه.